أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الصحية الاحترازية حول السجين المصاب بمرض السحايا الفيروسي في السجن المركزي. وأكد الصباح أن حالة المريض المحول من السجن المركزي إلى مستشفى الفروانية مستقرة ويخضع للإجراءات العلاجية المعتمدة في مثل هذه الحالات، مبينا أنه يتابع شخصيا الحالة الصحية للمريض، مؤكدا أن مستشفى الفروانية أجرى جميع الفحوصات الطبية اللازمة لحظة تلقي خبر الاشتباه بالمرض. وأوضح أن المريض مصاب بمرض السحايا الفيروسي وهو نوع غير معدن، مؤكدا استقرار الحالة، لافتا إلى أنه كإجراء احترازي إضافي تم التعامل مع سجين آخر مختلط مع المصاب للتأكد من سلامته، كما تم إصدار الأوامر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل الفحوصات لجميع السجناء وتقديم العلاج الوقائي لهم مع المتابعة المستمرة. وأكد الصباح أن الرعاية الصحية هي التزام حكومي للجميع دون استثناء، وأنه أمر بتقديم تقرير واضح عن مستويات الرعاية الصحية الحالية وأوجه تطويرها بأسرع وقت ممكن.